والجنرال يتعين مكانه ويقول له لا أنا القائد، فهي معناها يصرى خلاف داخل الجيش، وهنا الخطورة. أصعب شيء في المرحلة هذه، أصعب شيء هو أن ينقسم الجيش. وحدة الجيش ضرورية جدا. هناك أمرين اثنين لازم يبقوا، وحدة الشعب وثباته على مواقفه. هذا هي الاستراتيجية الكبرى، هذا هي القيمة العظمى. القيمة اللي تجي بعدها وحدة الجيش، وحدة جنرالاته، وحدة قياداته، مهم جدا. شوفوا الناس يقدروا يقول لك درك الملك كيفاش تقتينا، كانوا داروا لي دعاية كبيرة لسنوات أني ضد الجيش وأني لكنهم خبثاء فقط. أنا قبل 20 سنة صرخت في برنامج مشهور قلت فيه الجيش جيش خبثاء فقط. أنا قبل 20 سنة صرخت في جونفي 1919 في برنامج مشهور قلت فيه الجيش جيشنا، وهذه قناعة راسخة، الجيش جيشنا والسلطة والضرب إخوتنا. يومها قلت الجيش جيشنا وكان نقاش على الجيش، قلت نحن نتحدث عن الجنرالات وليس على الجيش. جيش جيشنا أبناؤنا وإخوتنا وحتى آباؤنا. انقسام الجيش لا قدر الله نتيجة لهذا الصراع، نتيجة لهذه الخصومات على السلطة، نتيجة ستكون له آثار كارثية. ولذلك مهم جدا أن لا نسمح به تحت أي ظرف كان. كما يجب أن يبقى الشعب موحد، موحد في أفكاره، موحد في مطالبه، موحد في خروجه، موحد في مظاهراته، يجب أن يبقى الجيش موحد. يعطون أوامر القوات المسلحة، تتمرد القوات المسلحة وترفض الإضرار بالشعب وبالوطن، وتقوم ضباط يقوم أيضا باعتقال هذه القيادة وينضمون إلى الشعب، وبالتالي يصبح الأمر في يد الشعب. يهرب من يهرب منهم، ويذهب من يذهب منهم، ويعتقل من يعتقل منهم، ولكن الجيش، قوات الجيش في الصفوف الدنيا، جنود، عرفاء، رقباء، مساعدين زارجيدون، ضباط صغار، ضباط متوسطين، ينضمون للشعب ويستلم الشعب الأمر، أمره بيده. في هذه الحالة بطبيعة الحال سيكون هناك أشياء أخرى، وهي قيام مجموعة من الجزائريين يتفقون عنها الجزائريون لإدارة البلاد لمرحلة انتقالية. هذا حديث آخر ربما نفصله مرة أخرى، وقد ربما تحدثت عنه من قبل. لا تستحوا، حقا لا تستحوا، حقا لا تستحوا. أعوذي إخواني، الذي الوجه هذا بتاع الشخص هذا وما يقوله، يعني وجهه وهو يكذب، لا أستطيع أن أتصور أن يكون الإنسان هكذا.